واحد الندوه جات في اطار السياق العام فيما يخص تقرير المجلس على الحسابات. المجلس على الحسابات راه كان واضح تيقول بان هامش الربح راه 57%، ولكن راه يعني بها يعني هامش الربح الصيدلي وهامش الربح الموزع وهامش الضريبي يعني لو تي في. الهامش الربح الصافي ديال الصيدلي هو 8%، وراه موجود في اتفاقيه اللي تعملات 15/2000 مع المديريه العامه للضرائب والمجلس الوطني للصيدله. هامش الربح الصافي هو 8%، يعني سامح الله من قام بهذه المغالطات او من اراد خلق الفتنه ما بين الصيدلي ومن المواطن المغربي بان الصيدلي راه عنده 57%. فهمتي، على العين بان احنا عندنا عدد كبير من الصيادله اللي هما على حافه الافلاس، ازيد من 3000 صيدلي، عندنا متطفلين على المهنه، على العين بان المشرع كان واضح يمنع منعا كليا على اي شخص غير حامل شهاده الدكتوراه في الصيدله تسليم الدواء. عندنا ملف مطلبي ديالنا وتنطالبوا من الحكومه باش تجالس جميع الفرقاء. كنلاحظوا بان اي حكومه جات كتقوم يعني بتخفيض ثمن الادويه دون مجالسه يعني الناس الممتنين ديال المهنه. الا بقينا بحال هكذا راه بعد سنوات يعني مهنه الصيدله او الصيدلي ما غتبقاش في المملكه المغربيه. تعطات مقارنات بانه الدول بحال فرنسا مثلا دول او تركيا انهم النسبه ديال الارباح عندهم اقل من المغرب، كيفاش ممكن تفسر لنا الوضع هذا؟ كما تنقولوا حنا ما يمكنش نكومباري ولا نكومبارابل. هذاك الصيدلي اللي في الدول الاوروبيه راه اي جيست تيعملو في لافارماسي ديالو تيتخلص عليه. ملي كي يديليفري اون اندورونس كيتخلص عليها، تشجيع الدواء الجنس كيتخلص عليه، ملي تي يتبع واحد المريض تيتخلص عليه، يعني في لاكار تيتخلص عليها. الارباح ديال الصيدلي في الدول الاوروبيه 80% منها كلها من العمل اللي يقوم به داخل الصيدلي ديالو. هنا الصيدلي المغربي العمل كله اللي تيقوم به مجانا، عنده هامش الربح اللي هو 8%. يعني ما يمكن ليناش نقارنوا لانكومبارابل. الحكومات الاوروبيه مني فكرات في تخفيض ثمن الادويه راه فكرات في الصيدلي وخلصاتو في لي زاكت اللي كيقوم بهم داخل لا فارماسي ديالو. هنا تنجيو تنشوف حكومة كتنقص من الدواء دون مراعاة للصيدلي، على العين بأن عندنا عدة متطفلين على المهنة. حنا نطالب بإدخال جميع الأدوية للصيدلية ومعاقبة كل من قام بتسليم الدواء غير حاصل على شهادة الدكتوراه في الصيدلة. سنقوم بتدبير الحالات الاستعجاليه، والصيدلي راه هو الى جنب المواطن يوميا عبر جميع المملكه المغربيه، ولكن الاضراب حق مشروع وحق دستوري، فهمتي، ما على المواطن الا يساندنا بان حنا مواطنين، حنا جنب المواطنين يوميا، ما عليه الا يساندنا. نطلب من هذا المنبر من جميع المواطنين باش ياخذوا الادويه ديالهم قبل يوم الاضراب، والحالات المستعجله سنقوم بتدبيرها بتنسيق مع السلطات ان شاء الله. لي فودريكس كياخذوا الناس ديال الكواد دابا قبل الاضراب وما كاينش، يعني من غير وصول الاضراب هاد الادويه اللي كيكونوا في مونك وكيكون هذا تيكون ناتج على يعني هذاك يعني المصنع المخزون عنده ما عندوش، يكون هذا ادويه كتكون عندنا هذا الانقطاع ديال الادويه، ولكن ما كتكونش بزاف، تيكون انقطع واحد السيمانه ولا 10 ايام، فهمتي. ولكن هذا ماشي خطا ديال الصيدلي او خطا ديال المصنع، هذا
كنلقاو هاد لي غيتور دو ميديكامون في جميع انحاء العالم ماشي غير في المملكه المغربيه. واش كاين شي لقاء او تواصل مع الوزاره بخصوص يعني هاد الاضراب حتى لهاد المشكل؟ حنايا نطالب بباب الحوار وحنايا مستعدين للحوار فهمتي مع الوزاره. الى الوزاره جلسات جميع يعني الممثلين ديال المهنه وجدنا حل فيما يخص الملف المطلبي ديالنا بطبيعه الحال راه غادي نكونوا غادي نوقفوا الاضراب. بالنسبه للشركه المصنعه واش هي كتحمل المسؤوليه بين كيكون واحد الاحتكار للادويه؟ هذا ماشي من اختصاص ديالي من الشركه. انا المنفلو تاع عبد الرزاق رئيس النقابه الوطنيه لسياده المغرب. حنا ندافع عن فهمتي مصالح الصيدلي والصيدله بالمملكه المغربيه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.